السلام عليكم. وسط تصاعد الخلافات العلنية بين القيادات السياسية والعسكرية في الكيان المحتل بشأن التعامل مع المنطقة الفلسطينية المنكوبة، ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش يعتزم البدء في المرحلة الثالثة من الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي تتضمن ما وصفه بتخفيف العمليات العسكرية والتحول إلى عمليات محدودة. وأوضحت المصادر أن المرحلة الثالثة ستبدأ خلال أيام بعدما ينهي جيش الاحتلال عملياته في مدينة رفح جنوبي القطاع بالقرب من الحدود المصرية. وأضافت أن هناك استعدادات داخل الجيش للإعلان عن هزيمة الجناح العسكري لحماس، زاعمة أنه مع انتهاء النشاط العسكري في رفح سيواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملياته داخل القطاع الفلسطيني بطريقة مختلفة فيما يعرف بالمرحلة جيم من القتال. وفي وقت رأت أوساط عبرية أن خطة الجيش التي تقضي بوقف الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من 37,000 فلسطيني، فإنها بصورتها الحالية ستمثل فشلاً في تحقيق أهداف الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل الذي يتمسك بالقضاء على حماس وتحرير المحتجزين. في المقابل جدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية تأكيد الحركة أنها منفتحة على التعاطي مع أي ورقة أو مبادرة تؤمن أسس موقف المقاومة الفلسطينية في مفاوضات إنهاء الحرب، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بنصب فخ سياسي بفرض شروط محددة ترفضها المقاومة. أضاف هنية أن مطالب الحركة محددة، وهي وقف إطلاق نار دائم وانسحاب كامل والإعمار وتبادل الأسرى والإغاثة لشعبنا وإنهاء كل ما يتعلق بالحصار، متهماً الولايات المتحدة وحلفائها بإدارة الحرب إلى جانب إسرائيل. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: ماذا يعني الإعلان الإسرائيلي عن المرحلة الثالثة من حرب غزة؟ هل حديث إسرائيل عن مرحلة ثالثة للحرب هروب من إخفاقاتها العسكرية؟ وبعد أن أفشلت المشروع الصهيوني وأهدافه، ماذا أعدت المقاومة الفلسطينية لهذه الحرب؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفينا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان المقاومة الفلسطينية والمرحلة الثالثة جيم من الحرب على غزة. سيكون معنا ضيفا في الاستوديو المحلل السياسي هاني الدالي. أستاذ هاني، مرحبا بكم، حياكم الله. وعبر سكايب الخبير بشأن الإسرائيلي عليان الهندي. أستاذ عليان، مرحبا بكم. مساء الخير لك ولجميع ضيفك ولجميع المستمعين. حياك الله. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، نبحث في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع المقاومة الفلسطينية والمرحلة الثالثة جيم من الحرب على قطاع غزة. معنا في الاستوديو الأستاذ هاني الدالي، وعبر سكايب الأستاذ عليان الهندي. أبدأ معكم أستاذ هاني. كما تعرفون هناك خلافات علنية واضحة تحدث بين القيادات السياسية والعسكرية في الكيان المحتل، وذلك بشأن المرحلة الثالثة وسط معارضة نتنياهو لهذه الخطة. كيف قرأتم المرحلة الثالثة جيم من خطة الكيان المحتل؟ بداية تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا أنا بتقديري أن المرحلة الثالثة هي عنوان واعتراف حقيقي من الاحتلال الإسرائيلي عن فشل العدوان على شعبنا الفلسطيني، هذا هو الخط العريض. أما الفشل الأكبر الذي مني به الاحتلال الإسرائيلي هو سقوط سردية نتنياهو، والذي قال فيها بأنه مزيدا من الضغط على حركة حماس، على كتائب القسام، على المقاومة الفلسطينية، سيولد مزيدا من التنازل وانتزاع ورقة الأسرى. اليوم في حديث الاحتلال على الانتقال للمرحلة الثالثة هو سقوط وإسقاط هذه السردية. باختصار حتى المشاهد يكون واضح له المشهد، من بدايات الحرب على قطاع غزة كان هناك تناقض إسرائيلي حول مراحل هذه الحرب على قطاع غزة، ولكن لعل هنا أستحضر حديث
وزير الدفاع الإسرائيلي وتصريحه الذي قال فيه أن المرحلة الأولى هي مرحلة الزخم الناري ثم يتبعها مرحلة المناورة البرية والتقدم إلى قطاع غزة للقضاء على حركة حماس وإسقاط حركة حماس كمرحلة أولى. ثم قال المرحلة الثانية هو القضاء على ما تبقى من جيوب المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام وحركة حماس. أما المرحلة الثالثة فهو قال بأنه سيتم انسحاب جيش الاحتلال من المناطق المأهولة داخل قطاع غزة ويتمركز المناطق العازلة والمحاور التي تحدث عنها نتسريم وفيلادلفيا. طيب. وينشئ نظام أمني جديد فلسطيني، وكان الحديث عن السلطة أو سلطة متجددة. الآن بالعودة لهذا الحديث عندما نرى أنه لا في المرحلة الأولى حقق أهدافه في القضاء على حركة حماس ولا في المرحلة الثانية قضى على الجيوب المقاومة الفلسطينية، اليوم هو يتحدث عن المرحلة الثالثة. أساس هذه المرحلة وإنشاء نظام فلسطيني جديد، طبعا هناك أهداف أخرى، طبعا موضوع التهجير وموضوع حرب الإبادة وتحقيق أهداف استراتيجية غير المعلنة وخاصة قناة بن غوريون وتهجير شعبنا الفلسطيني والاحتلال الكامل لقطاع غزة، ولكن لم تتحقق حتى الآن أهداف لا مرحلة أولى ولا مرحلة ثانية، ومن الاستحالة أن تتحقق الأهداف المرحلة الثالثة. لعلي هنا أنا أستحضر حديث قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطق باسم الجيش الأخيرة التي تحدث عنها، وقال بشكل واضح أن حركة حماس هي فكرة لا يمكن القضاء عليها ولا انتزاعها من قلوب الفلسطينيين. وأيضا قال بأنه موضوع الأسرى لا يمكن انتزاعه بالضغط العسكري. ماذا يعني ذلك؟ يعني هذا التصريح مع تصريحات أخرى لرئيس الأمن القومي الإسرائيلي هنقبي الذي قال بشكل واضح أيضا لا يمكن القضاء على حركة حماس، وحركة حماس قوة، وإسحاق بريك اللي هو محلل أو عسكري متقاعد لواء عسكري متقاعد قال 80% من أنفاق القسام وحماس ما زالت تعمل قوة حماس. ماذا يعني ذلك؟ يعني وصول لقناعة بأنه لا يمكن القضاء على حركة حماس. وهنا نتحدث عن أن المعركة التي تدار هي معركة إيرادات الموجودة، ومعركة وجود بالنسبة لقطاع غزة. نعم، ومعركة وجود بالنسبة لقطاع غزة. الآن الخلاف العسكري السياسي المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية يعني وصل إلى مرحلة الذروة من خلال الأيام الماضية. نعم. والتي كان واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرى أن هذه الحرب وأن استمرار الحرب على قطاع غزة هو يفقد أهداف وسياسية ورؤية سياسية لهذه المعركة. لا. ووصل لقناعة أن القيادة السياسية متمثلة بنتنياهو تريد بقاء الجيش من أجل البقاء، والجيش يرى أن بقاؤه هو مزيد من الاستنزاف من المقاومة الفلسطينية من خلال الكمائن المحكمة التي تقوم بها والخسائر الكبيرة. نتحدث عن خلال 50 يوم أكثر من 60 قتيل إسرائيلي. بالضبط. فهو يرى أنه الحكومة الإسرائيلية تفقد الرؤية وأن وجوده هو استنزاف له، فلابد من الهروب من وحي القطاع غزة ومن الاستنزاف الكبير داخل قطاع غزة. طيب. وهذا الأمر كان هناك معارضة حقيقة من القيادة السياسية المتمثلة بنتنياهو، لذلك قام بتجنيد الرأي العام الإسرائيلي للضغط على القيادة السياسية من خلال تصريحاته الأخيرة وأيضا سلوكه الميداني، وهو عندما قام باتخاذ قرار هدنة مؤقتة في رفح. طيب. ما هو الهدف كان وهو كان خارج القرار القيادة السياسية حتى يتحدث بشكل واضح أنه يمكن أن نتوقف لأنه ما في عندنا أهداف ويمكن أن ننسحب. نعم. وهذا أصبح واضح والتجنيد أصبح واضح. لذلك هذه المرحلة أنا بتقديري هي والخلافات ستكون كبيرة جدا بهذا الإطار، هذه المرحلة ستكون خلافاتها على أوجهها بشكل كبير جدا لأنها ستنهي كذبة نتنياهو بالانتصار المطلق. طيب. في رفح. نعم. والقضاء على المقاومة الفلسطينية بالانسحاب والهزيمة المطلقة من قطاع. طيب. غزة، وبالتأكيد هذا سيكون له مجريات كبيرة من خلال الضغط على نتنياهو، أهالي الأسرى، البيئة الخارجية الموجودة المحيطة. طيب. إلى آخره. نعم. أستاذ عليان الهندي أجدد الترحيب بكم. مصادر أمنية إسرائيلية ذكرت أن المرحلة جيم تتضمن تخفيف العمليات العسكرية والتحول إلى عمليات محدودة، هذا معناه أن الاحتلال لن يوقف العدوان، لن يوقف الحرب حتى لو توصلوا إلى اتفاقية مع حركة حماس. كيف يمكن تفسير ذلك أستاذ عليان؟ يعني اولا لابد من القول بوضوح انه الاحتلال معبر رفح وممر صلاح الدين او بين قوسين ممر فيلادلفي هو بدايه لواقع جديد يتعرض له قطاع غزه، سبق ان تعرض له مرتين في عام 1956 وفي عام 1967.
بمعنى أن السيطرة على هذين المعبرين مع بقية الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة يعني أن قطاع غزة قد تم احتلاله بالكامل من قبل القوات الإسرائيلية، وهذا واقع جديد يجب أن نقر به وأن لا نسلم بهذا الوجود، لأن المقاومة الفلسطينية للمشاريع الإسرائيلية المختلفة في قطاع غزة متواصلة منذ عام 1948 حتى هذا اليوم. هذا أمر. الأمر الآخر، أنا بعتقد أنه المرحلة القادمة أولا هي عبارة عن رؤية أمريكية أكثر منها رؤية إسرائيلية، وسبق أن أعلن الإسرائيليون مرارا وتكرارا أن الجيش الإسرائيلي والقيادات السياسية والأمنية في إسرائيل ستتبنى هذه الرؤية بعد أن تدمر كل ما يتعلق بمدينة رفح، إن كان كمنشآت مدنية أو كمنشآت للمقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة. هذه الرؤية بصراحة تعتمد بالأساس على عدة عناصر. العنصر الأول هو الاجتياحات التي تجري اليوم، ومثل وفي هذا الصباح يجري الآن اجتياح لحي الشجاعية في وسط قطاع غزة، وهذه الاجتياحات بصراحة هدفها الأساسي هو استكمال ما لم يدمر في الفترات السابقة من قطاع غزة. هذه الاجتياحات إما ستكون لمحاربة المقاومة الفلسطينية في القطاع على أشكالها المختلفة، وإما في للبحث عن المحتجزين اليهود في قطاع غزة، وإما لممارسة اغتيالات لقيادات المقاومة في قطاع غزة. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني في المرحلة جيم أنا بعتقد أنه هو ممارسة الاغتيالات المركزة التي بالمناسبة يتم التنسيق فيها مع الطائرات المسيرة الأمريكية والألمانية والبريطانية التي تتجول في سماء قطاع غزة على مدار 24 ساعة، وهي تملك من الوسائل التكنولوجية والرفيعة جدا التي وهي متطورة أكثر من تلك التي تملكها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أعتقد أنه هذا الأمر الآخر. في هناك أيضا شق سياسي يتعلق بهذا الموضوع، وهو البحث عما يسمى باليوم التالي من إنهاء حكم حركة حماس لقطاع غزة، وأعتقد أن هناك هدف رابع وهو تخفيض عدد القوات الإسرائيلية إلى درجة كبيرة جدا تمكن إسرائيل من سحب هذه القوات وتوجيهها نحو شمال فلسطين لمواجهة محتملة أو حرب محتملة أو عدوان متوقع على جنوب لبنان. وأعتقد أنه إسرائيل بتفكيرها العام تتحدث عن اجتياحات لقطاع غزة تشبه بشكل أو بآخر تلك الاجتياحات التي تجري في الضفة الغربية، لكن ستكون أشد وأكثر خطورة في قطاع غزة، خاصة أن المقاومة الفلسطينية في القطاع تملك أسلحة متقدمة وقادرة على إحداث خسائر في صفوف العدوان أو في صفوف قوات العدوان أكثر من تلك التي توقع خسائر في الضفة الغربية. لذلك أعتقد أنه المرحلة الثالثة هي ليست توقفا للحرب، وإنما هي استمرارا لهذه الحرب بوسائل أخرى لتحقيق ما يسمى بالأهداف الإسرائيلية، وهي القضاء على حركة حماس واستعادة المحتجزين اليهود وتشكيل واقع جديد في قطاع غزة يتلائم بشكل أو بآخر مع الرغبة الإسرائيلية، والتي سبق أن فشلت على مدار السنوات والعقود الماضية، لأن الحكم الإسرائيلي في قطاع غزة بعد عام 1967 وبعد ما يقارب 20 عاما من هذا الحكم تبين أنه فاشل، وبالتالي ذهبت إسرائيل نحو الانفصال عن قطاع غزة وتشكيل واقع جديد في قطاع غزة. أعتقد أنه كل المشاريع الإسرائيلية المتعلقة بقطاع غزة هي ليست قضاء وقدرا على الفلسطينيين، والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أعتقد أنها قادرة على خلق واقع جديد
يتناقض ويتعارض كليا مع ما ترغب إسرائيل من تحقيقه على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة، على الرغم من الخسائر وعمليات الإبادة الجماعية الهائلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي لا يشبه والتي لا وحجم القتل والدمار لا يشبه أي دولة تعرضت له منذ نعم الحرب صحيح. العالمية الثانية حتى طيب هذا اليوم، نعم خاصة إذا علمنا أن قطاع غزة هي منطقة صغيرة جدا، وهي لا تتجاوز مساحتها 365 كيلو متر مربع. أستاذ هاني، على ذكر المقاومة التي تفضل بها أستاذ عليان، المصادر الصهيونية تتحدث عن استعدادات داخل الجيش للإعلان عن هزيمة الجناح العسكري لحركة حماس، وأنه مع انتهاء النشاط العسكري في رفح سيواصل الجيش تنفيذ عملياته داخل القطاع الفلسطيني بطريقة مختلفة فيما يعرف بالمرحلة الثالثة جيم. أي هزيمة يتحدث عنها الاحتلال وكتائب القسام وبقية الفصائل الفلسطينية؟ يعني تكبد الاحتلال خسائر جسيمة سواء في الآليات العسكرية وفي الأرواح وحتى في الداخل الفلسطيني. نعم، هذا أنا بتقدير السؤال المهم، نعم، وهو الوهم الذي يعيش الاحتلال الإسرائيلي والذي حاول أن يسوغه وأن يقنع العالم والشعوب العربية والإسلامية أنه أقوى جيش في هذه المنطقة، وأنه الجيش الذي لا يقهر ولا يهزم ولا يمكن المساس به. كل هذا الوهم وهذه الأكاذيب أنا بتقديري بددتها وأسقطتها معركة طوفان الأقصى بشكل واضح، والآن الكل أصبح يتجرأ على الكيان الإسرائيلي. وأنا هنا لعلي هنا أستشهد بأيضا حديث وسائل الإعلام الإسرائيلي وخبراء الإعلام وخبراء العسكر لدى القيادة الإسرائيلية، عندما يتحدث كاتب إسرائيلي مشهور ومعروف لصحيفة يدوت أحرونوت ويقول بأنه نتنياهو يكذب ويصدق نفسه ويستمر بالكذب، وكل حديثه أصبح كذب. يعني عندما يوعد أهالي الأسرى بالضغط على حركة حماس لانتزاع الأسرى ولا يحقق أي شيء، لما يوعد ويقول سننتصر بهذه المعركة ولا تهجير والقضاء على مقاومة، ثم تخرج صواريخ القسام إلى تل أبيب بتضرب عمق الكيان الإسرائيلي، ثم تخرج المقاومة من بيت حانون اللي قال وزير الدفاع بشهر فبراير من العام يناير من العام الحالي أنه تم القضاء عليها وتم الانتهاء منها، تخرج بعمليات نوعية وتخطف من جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أنا بتقديري الوهم والكذب اللي بيعيشه الاحتلال الإسرائيلي أصبح الآن ليس واضحا للشعوب الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، هو أصبح الآن واضح ويتناوله المجتمع الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي وخبراء وقادة الاحتلال الإسرائيلي. جالنت يتهمه بالكذب، إيزنكوت يتهمه بالكذب، جانتس يتهمه بالكذب، لبيد يتهمه بالكذب، الكل يتهمه، حتى يهود براك يتهمه بالكذب، الكل يتهم نتنياهو وحديثه ووعداته بالكذب. لكن واضح أنه كتائب القسام تفطن جيدا وتنتبه جيدا لهذه التصريحات التي يحاول فيها تبرير هروبه من غزة وتبرير هزيمته من قطاع غزة، أنه يوهم المجتمع من خلال المجازر التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، ضد الأطفال وضد النساء، وخاصة كثرت هذه الأيام قربا لهروبه من قطاع غزة وإعلان الانتصار ليس على كتائب القسام ولا على المقاومة الفلسطينية، وإنما الانتصار على دماء وأشلاء النساء والأطفال وبنيان ومباني شعبنا الفلسطيني ومساجد وكنائس شعبنا الفلسطيني. كتائب القسام أنا بتقديري فطنت لهذا وانتبهت له، لذلك يوميا نلاحظ أن المقاومة الفلسطينية معنية أن تكون الكلمة الأخيرة لها. قبل بداية التصريح تم استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بكمين في حي الشبورة، ثم تبعه في تل السلطان في رفح، ثم تبعه عند حديث أيضا تكرار نتنياهو لهزيمة قرب هزيمة وإعلان هزيمة كتائب القسام بسلاح الموجه السهم الأحمر باستهداف الناقلة بشكل مباشر وقتل كل من فيها. لذلك أنا بتقديري هذا يأتي في ظل الإخفاق والإدراك الإسرائيلي لاستحالة تحقيق أي أهداف، هو يحاول الاستمرار بالوهم والكذب على المجتمع الإسرائيلي لتبرير انسحابه وفشله في قطاع غزة. أستاذ عليان، أوساط عبرية رأت أن الخطة بصورتها الحالية يعني تمثل فشلا في تحقيق أهداف الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، طبعا هو الذي يتمسك بشكل أو بآخر بالقضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين بالقطاع. ما دقة هذا الطرح أستاذ عليان؟
وتسمح لي لو أشير إلى تعليق بسيط على ما تفضل به ضيفكم الكريم. المشكلة الأساسية اليوم هي ليس بمفاهيم النصر والهزيمة. المشكلة أو الصراع الأساسي ما بين دولة إسرائيل والحركة الصهيونية والشعب الفلسطيني هو أن الشعب الفلسطيني لم يسلم ولا بأي مرة بالسياسات الإسرائيلية وبالأهداف الإسرائيلية منذ نشأ الصراع على أرض فلسطين حتى هذا اليوم. وأعتقد أن تسليم بعض الأنظمة العربية بالوجود الإسرائيلي في هذه المنطقة لم يقابله تسليما فلسطينيا بالوجود الإسرائيلي على أراضي. وأعتقد أن أسباب الصراع المتواصل هو المقاومة الفلسطينية المتواصلة منذ عام 1917 حتى هذه الساعة للسياسات والوجود الإسرائيلي، خاصة تبين من هذه المعركة أن إسرائيل إذا تعرضت إلى هزيمة استراتيجية واحدة هي سوف تنتهي. وبالتالي أعتقد أن القصة والصراع ما بين دولة إسرائيل وما بين الشعب الفلسطيني الذي لم ينجح حتى هذا اليوم بتحقيق هذا الانتصار الاستراتيجي على دولة الاحتلال، إلا أنه حتى هذا اليوم لم يسلم ولم يستسلم للسياسات الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية. ولو استسلم هذا الشعب المقاوم العنيد لهذه السياسات لكانت الصورة مختلفة كليا، وما جرى كل ما جرى منذ عشرات السنين أصلا لما كان الشعب الفلسطيني موجودا في هذه الأرض نتاج السياسات الإسرائيلية المختلفة. لذلك أنا بعتقد أنه الأهم في كل ما يجري اليوم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كل مناطق فلسطين التاريخية هو أن الشعب الفلسطيني لم يسلم مهما كانت نتائج هذه الحرب على الأرض، لم يسلم بالأهداف والسياسات الإسرائيلية، وسيظل يقاومها إلى أن يشاء الله أمرا كان مفعولا. أما فيما يتعلق ب هذه الخطة، هل تمثل فشلا للائتلاف اليميني الحاكم؟ أولا يعني لا يمكن الحديث بالمنطق العام عن فشل. هناك حجم تدمير هائل قامت به إسرائيل في قطاع غزة، هناك قتل كبير جدا، هناك تدمير لأسس الحياة في قطاع غزة. وبالتالي إسرائيل تتحدث عن هذا النجاح وعن هذا التفوق في القتل والتدمير وحرب الإبادة التي تشن على قطاع غزة. لكن المهم في إسرائيل أن هناك خلافات، وهي لأول مرة خلافات تنشأ خلال حرب وخلال عدوان على شعب شبه أعزل من السلاح. وتتركز هذا الخلاف في أن هناك رؤيتين. الأولى ترى بأن على إسرائيل أن تتبع نهجا من أجل تحقيق الأهداف الإسرائيلية بشكل أو بآخر في قطاع غزة، وهي قريبة لتحقيق ذلك من خلال بند واحد فقط، وهو أن تعلن إسرائيل ما هي خطتها لليوم التالي من ما يسمى بإنحاء حكم حركة حماس من قطاع غزة. وبالتالي هذا التيار يرى بأن بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين التي يمثلها لا تريد الإعلان عن هذا البرنامج، لأنها تتطلع إلى البقاء لأطول فترة ممكنة في سدة الحكم، وهي تريد أن تستمر هذه الحرب كما هو مخطط لها في كواليس السياسة والأمن الإسرائيلي حتى نهاية هذا العام، وربما حتى لسنوات قادمة، خاصة أن هناك تيار في اليمين يدعي أن القضاء على حركة حماس وعلى الجهاد الإسلامي وعلى غير من حركات المقاومة في قطاع غزة يتطلب سنوات عديدة وليس أشهر عديدة، مع العلم أن إسرائيل تدرك أنها لا تستطيع ولا بأي شكل من الأشكال القضاء لا على حركة حماس ولا غيرها من حركات المقاومة الإسلامية، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية التي لا تملك أسلحة كما تلك الموجودة في قطاع غزة، ولا تملك القدرات العسكرية التي يملكها الفلسطينيين في قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أنه إسرائيل أمام السياسات والتطلعات التي ترغب بتحقيقها من قطاع غزة هناك رؤيتين أساسيات
الأولى ترى بضرورة تحديد ما هو اليوم التالي لقطاع غزة، وهذا تتبناه المعارضة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من بعض الدول العربية خاصة الخليجية منها، وهناك رؤية يتبناها اليمين الإسرائيلي، وهي أيضا لها دعم في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحزب الجمهوري التي تطالب باستمرار الحرب حتى القضاء على ما يسمى حتى القضاء حتى ما يسمى بالقضاء على حركة حماس في قطاع غزة. لكن الهدف الحقيقي لهذا التوجه هو استمرار حكم بنيامين نتنياهو حتى نهاية فترته الانتخابية، لأنه يدرك بشكل أو بآخر أن انتهاء الحرب في قطاع غزة سيؤدي بشكل أو بآخر إلى بداية المشاكل الحقيقية له، التي من أهمها ربما أن يزال إلى الحكم. هذا أمر. الأمر الآخر الذي أود الإشارة له، ربما يبحث بنيامين نتنياهو إلى افتعال الحرب الأخرى في شمال فلسطين، وبالتالي تمكنه من شن حربين أو عدوانين في نفس الوقت، واحد على جنوب لبنان والآخر استمرار للعدوان في قطاع غزة. ومن شأن إطالة الحرب إن كان في الشمال أو إن كان في الجنوب أن يحافظ على بقاء بنيامين نتنياهو في الحكم، علما مرة أخرى أن الجهات المعارضة لبنيامين نتنياهو والمؤيدة لمؤسسات الدولة العميقة في إسرائيل لا ترى الرؤية ولا الأهداف التي يرغب بنيامين نتنياهو بتحقيقها، وهي ترى بأن على سبيل المثال إجراء عملية تبادل للمحتجزين اليهود مقابل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب من قطاع غزة بشكل أو بآخر هو انتصار لدولة إسرائيل، في حين أن بنيامين نتنياهو لا يرى ذلك ويصر على ما يسمى بالنصر المطلق من خلال القضاء على حركة حماس. لو فتحنا نافذة طبيعة العلاقة ما بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ونحن نناقش المرحلة الثالثة جيم من حرب غزة، نتنياهو أقر صراحة بوجود مشكلات مع الولايات المتحدة مع البيت الأبيض، وذلك بسبب القيود التي فرضها الأخير على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل. هل هذا تحول في الموقف الأمريكي؟ أولا لعل هنا نعقب على السؤال السابق حول مدى فشل الائتلاف الحكومي في معركته على وإجابة ضيفك الكريم. واضح أنه مؤشرات الفشل للائتلاف الحكومي يوما بعد يوم تتصاعد، لأنه رؤية الائتلاف الحكومي المتطرف هو تهجير شعبنا الفلسطيني، ويعني الرؤية الكاملة الاستراتيجية موضوع التهجير والضغط على شعبنا الفلسطيني وتحقيق مشروع الإسرائيلي في قناة بن غوريون وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي، والأهم من ذلك هو احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وأن تكون الاحتلال أن يكون عسكري، الإدارة تكون عسكرية. حتى الآن كل هذه المؤشرات فشلت، التهجير فشل، موضوع الإدارة العسكرية هنا خلافات، الجيش يرفض بشكل مطلق أن يتواجد فيزيائيا وأن يستمر، لأنه يعرف تماما أنه التواجد الفيزيائي إرهاق وقتل واستنزاف داخل قطاع غزة. الأهم من ذلك أيضا هو الفشل كان عنوانه في مجلس الحرب الذي كان الاحتلال سيحاول أن يسوقه، الائتلاف الحكومي يسوقه بأنه هذا المجلس موجود كأنه في وحدة وطنية وكأنه في شرعية قانونية من الولايات المتحدة الأمريكية لدعمته. طبعا هذا فشل، وأصبح الذي يقاتل الآن والذي يدير هذه المعركة الائتلاف الحكومي المتطرف، والخلافات تزايدت وتعمقت سواء كان من الأحزاب من القيادات العسكرية التي كانت لها وزن كبير، وخاصة عنوان الولايات المتحدة الأمريكية الجنتس وإزينكوت وكذلك المعارضة واشتداد ذلك ضد الائتلاف الحكومي المتطرف. أنا بتقديري أن النجاح الوحيد الذي حققه هذا الائتلاف هو إظهار صورة الكيان الإسرائيلي الحقيقية بالقتل والعنصرية والنازية باستهداف الأطفال والنساء والقتل المتعمد وحرب الإبادة وحرب التجويع ضد شعبنا الفلسطيني. هذا هو، وهذا الصورة الحقيقية للكيان، وهذا السلوك وهذه الرؤية التي تستمر بالقتل والإبادة، أنا بتقديري هذه التي أدت إلى وضع حجر الأساس لنهاية المشروع الصهيوني في 7 أكتوبر والتي تستمر اليوم إلى هذا اليوم. أما بالنسبة لسؤالك حول الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن نفرق
ما بين الكيان الإسرائيلي ككيان ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية له، ونفرق ما بين الائتلاف الموجود وخاصة اللي بمثله نتنياهو وعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية وبايدن. نحن نعرف تماما أن إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط لتكون سرطان لإضعاف هذه المنطقة وحماية مصالحها وضرب أي قوة صاعدة سواء كانت عربية أو إسلامية تبحث عن قوة لإسلامية، قوة عربية، قوة تبحث عن يعني ذاتها وتبحث عن مصالح الأمة العربية والإسلامية، يكون ضربة في هذه المنطقة وهذا معروف. وهي تعتبر إسرائيل هي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، الدعم مطلق، الدعم مفتوح، سواء كان الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، هذا هو الأساس في العلاقة مع الكيان الإسرائيلي. لكن العلاقة مع نتنياهو تختلف تماما، ويختلف الرؤية الأمريكية لهذه الحرب، لا تختلف بالاستراتيجية بالاستمرار بالقتل والعدوان على شعبنا، ولكنها تختلف بالسلوك والأدوات والوسائل وآلية هذه الحرب. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنقذ إسرائيل من نفسها في عدوانها وفي معركتها وفي فقدانها لتوازنها وعقلانيتها في هذه الحرب، أن تكون هذه الحرب حرب جراحية، حرب تقتل ولكن دون إظهار العدد الكبير من القتلى، حرب تقوم أن يكون القتل متفرق بأوقات متفرقة متباعدة، وأن يكون بهذا الزخم الموجود حتى لا تصدر ضجيجا في المنظمات الدولية الشعوب العربية وتحركها، وهذا أصبح واضح. لذلك نعم موضوع التصريحات التي تحدث، أنا بتقديري معظمها تصريحات تتنافى مع الواقع، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة التي تشعر أن إسرائيل بحاجة إلى أسلحة تدعمها وتسندها. اليوم نحن نقول نعم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرب في لبنان، لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا باعتقادها أن الكيان الإسرائيلي سينهي الحرب على قطاع غزة خلال شهر أو أقل حتى. نعم لذلك كانت تغض الطرف عن جبهات الإسناد وعن المظاهرات في الجامعات وإلى آخره، باعتبار أن الحرب ستنتهي وبعد ذلك جبهات الإسناد والشعوب والانتفاضات الدولية الموجودة في الجامعات كلها ستنتهي بانتهاء هذه الحرب. ولكن الحرب استمرت، المقاومة صمدت، الشعب الفلسطيني صمد، لذلك هي أمام مأزق استراتيجي كبير كالذي بلع الموس، لا تستطيع أن أخرجت الموس قتلت وتورطت، وإن بلعت الموس تورطت. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية الآن نعم هي تعارض حرب مثلا واسعة في هذه المنطقة، ولكنها لا يوجد أمامها خيار إلا دعم الكيان الإسرائيلي في حال دخل في حرب في هذه المنطقة. لذلك نعم أستاذ عليان، آسف المقاطعة، أستاذ عليان، يعني في هذا الإطار كيف تجد استعداد المقاومة الفلسطينية لما يسمى بالمرحلة الثالثة التي سيعلنها الكيان الصهيوني؟ هل ستبقى بنفس الوتيرة في تنفيذ عمليات نوعية وبالتالي تقف ندا قويا ضد الجيش الإسرائيلي المدجج بالسلاح الأمريكي والغربي؟ يعني أولا عطفا على ما تحدث به ضيفكم الكريم، لابد من الإشارة إلى مسألة الخلافات الإسرائيلية الداخلية في ثلاث معسكرات مهمة. الأولى أنه أولا الخلافات هي بين معسكرين، بين معسكر المعارضة وبين معسكر الائتلاف الحكومي، وهذان يحملان وجهتان نظر مختلفتان كليا بالمناسبة. الطرف الثالث الموجود في الصراع هو العسكر. العسكر طرح أهداف عسكرية للحرب على قطاع غزة ويعتقد أن باحتلاله لمدينة رفح قد حقق الأهداف العسكرية، في حين أن المستوى السياسي وضع أهدافا سياسية للحرب ويعتقد أنه حتى هذا اليوم لم يحقق هذه الأهداف. وأعتقد أن الحكومة الحالية هي حكومة غير قابلة للسقوط لاعتبارات تتعلق إن كان بالعدوان على قطاع غزة أو بالحرب في شمال فلسطين مع حزب الله. لكن هناك عناصر داخلية قد تفجر هذه الحكومة، مثل تأثيرات الحرب على تجنيد المتدينين في إسرائيل التي يشكل ما يقارب 17 عضو كنيسة من الأحزاب الدينية المتزمتة، التي في حال إقرار الحكومة وموافقتها على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية أن تدفع باتجاه حل الحكومة والذهاب نحو انتخابات جديدة. هذا فيما يتعلق
بالعلاقة الإسرائيلية الداخلية. فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية أو ما يسمى بالمرحلة الثالثة ودور المقاومة فيها، أعتقد أنه أثبت التاريخ أن المقاومة الفلسطينية للوجود الإسرائيلي لم يتوقف، إن كانت خلال الانسحاب من قطاع غزة أو خلال وجوده في قطاع غزة، أو إذا كان خلال انسحابه من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، أو حتى بعد انسحاب حتى في مدينة القدس المحتلة المدججة بأفراد الشرطة والجيش والمخابرات والأسلحة، المقاومة الفلسطينية لم تتوقف ولا في أي لحظة من اللحظات. لكنني أعتقد أن المقاومة الفلسطينية في المرحلة الثالثة من العدوان على قطاع غزة ستأخذ شكلاً لا يختلف كثيرا عن الواقع الحالي، لكن لابد من القول أن التجربة العميقة التي اكتسبتها المقاومة خلال الأشهر 9 الماضية في مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي، أعتقد أنها ستؤدي إلى نتائج وتوقع خسائر أكثر في صفوف الجنود والجيش الإسرائيلي، ما يدفعه بشكل أو بآخر إلى التفكير بطريقة ما للخروج من الواقع الذي أوجدت إسرائيل وجيشها في قطاع غزة. هذا أمر. الأمر الآخر، هناك تقديرات ليس فقط إسرائيلية وإنما أمريكية وحتى عربية تفيد بأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لم تفقد الكثير من قوتها، صحيح أنها فقدت الكثير من أسلحتها وذخيرتها، إلا أن ما تملكه من أسلحة يكفي لمقاومة. ذكرت هذه المصادر الاستخبارية أنها تكفي لعام أو عامين على أكثر، وهي مدة كافية لإجبار إسرائيل على التفكير مرة أو مرات بجدوى استمرار وجودها في قطاع غزة. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا، لا نستهين في حال أن استمر هذا الوضع بالوجود الشعب الفلسطيني الذي ربما في قطاع غزة، الذي ربما أيضا يتطور هو الآخر إلى شكل من أشكال المواجهة الشعبية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، الذي يمارس أبشع أنواع التجويع والحصار بحق سكانه. إضافة إلى ذلك، هناك دور ما ومهم للمؤسسات الدولية في مقاومة السياسات الإسرائيلية وفضحها في الخارج. أعتقد أنه التقاء العناصر الثلاث سويا مع مرور الوقت ستدفع إسرائيل بشكل أو بآخر إلى التفكير بطريقة مختلفة عما تمارسه نقطة من ممارساتها في قطاع في غزة. هذه النقطة لكن خلاصة القول هي أنه مهما كانت الظروف، طالما لم تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يرضي الشعب الفلسطيني، أعتقد أن المقاومة الفلسطينية ستستمر طيب في كل مناطق الوجود الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية. أستاذ هاني، السيد إسماعيل هنية، حركة حماس تتهم الاحتلال الإسرائيلي بنصب فخ سياسي بفرض شروط محددة ترفضها المقاومة. المراقب للشأن الفلسطيني يرى أن المرحلة جيم ما هي إلا هدنة لكي يعني يأخذ الكيان الصهيوني أنفاسه، وبالتالي يعاود ارتكاب المجازر مرة أخرى. هل هذا وارد؟ طبعا في نقطة مهمة لابد من توضيحها أولا في موضوع المقاومة الفلسطينية وتكيفها في هذه المعركة. نعم. أنا بتقديري نعم، المقاومة الفلسطينية أولا هذه المرحلة أنا أراها من أصعب وأعقد المراحل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة على المدنيين والأطفال، لأن الاحتلال الإسرائيلي يوجد مواجهة للمقاومة، يوجد خسائر إسرائيلية، صحيح. سيكون بالمقابل يستقوي على المدنيين والنساء والأطفال. أما بالنسبة للمقاومة، أنا بتقديري نعم ستستغل هذه المرحلة بأقصى استغلال من كل النواحي، وإحنا تعودنا على المقاومة من خلال مسيرة هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني من 7 أكتوبر حتى الآن، أنها تتطور، تتكيف مرونة عالية جدا، تستفيد من الدروس والعبر الموجودة. بداية العدوان كانت المقاومة الفلسطينية تتعامل مع المناورة البرية بالصد والمنع المباشر للاحتلال الإسرائيلي، ثم في مراحل متقدمة وخاصة في خان يونس وأكثر في رفح أصبحت تتعامل باستدراج وكمائن مركبة ونوعية وقتل أكثر وتدمير وتفخيخ المباني. أما في المرحلة الثالثة، أنا بتقديري المقاومة الفلسطينية أتوقع أنها ستستفيد منها أقصى درجة ممكنة،
من الاستفادة من الدروس السابقة كلها الموجودة، من ناحية أولا الاستخدام الأمثل لإمكاناتها الموجودة في ظل الحصار الموجود، وكذلك في نوعية الأهداف التي ستستهدفها ضد الاحتلال الإسرائيلي، والأهم من ذلك هو إعادة ترتيب صفوفها بشكل كامل، لأنه نحن من خلال المتابعة الميدانية تصريحات قيادات المقاومة الفلسطينية، نعم، الهيكل القيادي والهيكل السياسي والمنظومة القيادية والسيطرة والاستخبارات والأنفاق كلها ما زالت تعمل بكفاءة وبفعالية عالية جدا، لذلك هي ستعمل على تطوير الموجود وإعادة ترتيب كل الصفوف وكل الأماكن في كل قطاع غزة، إضافة إلى زيادة التجنيد. هو في تجنيد الآن من المقاومة الفلسطينية من شعبنا الفلسطيني، زيادة هذا التجنيد في صفوف المقاومة، وأيضا الزيادة في عمليات التصنيع والتطوير لأدواتها العسكرية، وكذلك التركيز بشكل أكبر بتقديري على العمليات النوعية ضد ممر نتسريم، والتركيز بشكل أكبر ومحور فيلادلفيا، وكذلك استهداف الاحتلال الإسرائيلي كما حدث بسلاح السهم الأحمر على المناطق المحاذية لقطاع غزة بوجود الآليات، بمعنى ستلاحقه في كل مكان في كل تواجده للاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة لموضوع الاحتلال، نعم، هو الاحتلال الإسرائيلي من بداية المفاوضات وكان واضح أنه نتنياهو يأخذ هذه المفاوضات لكسب مزيد من الوقت لمحاولة الخداع المقاومة الفلسطينية. الهدف كان واضح، انتزاع ورقة الأسرى بأي طريقة. قيادة المقاومة كانت منتبهة بشكل كبير جدا، وكذلك دخل على الخط والمعركة السياسية الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة الخداع والتضليل ومحاولة نصب أفخاخ، وكانت المبادرة الأمريكية نصب أفخاخ بشكل واضح. نعم. أنا قرأتها، نعم، المبادرة الإسرائيلية، أنا قرأتها، تعديلات المقاومة الفلسطينية قرأتها بشكل كامل، كان واضح أنه المبادرة الأمريكية تجميل للإسرائيلية وتريد في المرحلة الأولى تقول في وقف إطلاق نار، تقول في كذا، في انسحاب، ولكن لا يوجد حديث في المرحلة الثانية عن أي ضمانات حول هذا الموضوع ولا حتى وقف إطلاق نار، بمعنى في حال انتزاع ورقة الأسرى الأساسية للاحتلال الإسرائيلي فالاحتلال يبرر هجومه بيقول أنه لم تلتزم حماس بأي سلوك، لا يوجد ضمانات، فمباشرة يستمر بعدوان على شعبنا الفلسطيني. طيب. لكن قيادة المقاومة كانت منتبهة لهذا الموضوع، وهو ما كشف مخططات الاحتلال الإسرائيلي بحديث نتنياهو للقناة 14، وقال نحن كان هدفنا من المفاوضات هو أخذ الأسرى والإفراج عن الأسرى، وهذا أصبح واضح. لذلك المقاومة منتبهة لهذا الموضوع. أنا بتقدير، وهي نقطة أيضا مهمة، انسحاب الاحتلال من قطاع غزة وخاصة في المرحلة الثالثة، نعم، هو لتخفيف وللقوات ولراحتهم لتحضير لجبهات أخرى، ولكن هذا أيضا أنا بتقديري في ناحية المفاوضات لا يوجد أي ورقة ضغط لنتنياهو على المقاومة، هذا سيكون لصالح المقاومة، لأنه سيكون انعكاس الآن، الانعكاس سيكون على الجبهة الداخلية، أهالي الأسرى تحديدا سيكتشفون الكذبة الكبيرة حول الضغط العسكري لم يفرج عن شيء، فسيكون الضغط الداخلي على نتنياهو للذهاب إلى طاولة المفاوضات دون أوراق قوة، والمقاومة تعرف أنه نتنياهو فقط كل أوراق القوة، وأن المقاومة الآن المرحلة الحالية كمفاوضات هو لصالح المقاومة الفلسطينية، وخاصة من إسناد أمتنا العربية وإسناد الجبهات والانتفاضة الجماعات الموجودة، وكذلك دور الضفة الغربية مهم جدا، وخاصة عملية أمس في جنين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وقتل قائد قوات القناصة في جيش الاحتلال. أستاذ عليان، لا يختلف اثنان أن إسرائيل تعيش ضغوطا داخلية ودولية وتعاني أيضا من الانعزالية. هناك من يتحدث عن حرب أهلية ربما ستندلع في إسرائيل، ما إمكانية حدوث ذلك؟ يعني أولا أنا يعني دعني أعلق بالشيء البسيط على ما تحدث به ضيفكم الكريم. يعني حقيقة هناك أوراق ضغط تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة. هناك أولا السيطرة على معبر رفح وعلى ممر فيلادلفيا، وهناك تقسيم القطاع غزة إلى قسمين، وهناك حالة المجاعة والكارثة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وهي عناصر ثلاث تشكل حالة ضغط ليس فقط على المقاومة الفلسطينية وإنما على كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجد. وبالتالي أنا أعتقد أنه المقاومة الفلسطينية تأخذ هذه العناصر الثلاث بعين الاعتبار. فيما تفضلت به من سؤال، أنا أعتقد أنه هناك تناقضات إسرائيلية داخلية بشكل أو بآخر، هناك مبالغات في التصريحات التي تصدر عن بعض المفكرين والخبراء في إسرائيل حول إمكانية حدوث حرب أهلية في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن هذه التناقضات لم تصل بعد حتى إلى مرحلة
المظاهرات الضخمة والمظاهرات المضادة في هذا الكيان. أهم هذه الخلافات على سبيل المثال هو تجنيد المتدينين. تجنيد المتدينين في إسرائيل هي مسألة ما زالت تؤرق المجتمع الإسرائيلي منذ ما يقارب 6 عقود، خاصة إذا أدركنا أن عدد من هم لا يخدمون الخدمة العسكرية بل يدرسون التوراة يبلغ 120 ألف شخص، بما يعادل ثلثي الجيش الإسرائيلي، وهذا يتطلب ميزانيات مالية ضخمة تقدمها دولة إسرائيل بالمجان لشبكة هذه المدارس والطلاب وغيرها من الأجهزة التي تتعاطى مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. في ظل الحرب وفي ظل الأجواء المؤيدة للتجنيد ولروح محاربة الفلسطينيين والعرب، نجحت محكمة العدل العليا ومعها النخب السياسية والاجتماعية في إصدار قرار من محكمة العدل العليا يجبر المتدينين المتزمتين بالذهاب نحو التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي. هذه نقطة خلاف أولى، ولا أعتقد أن لا المتدينين ولا المؤسسات الدولة ترغب في حدوث مواجهة مباشرة داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن المتدينين من هاتين الفئتين، من هذه الفئة، يشكلون ما يقارب 15% من المجتمع الإسرائيلي، أي ما يقارب 1 إلى 1.2 مليون فقط لا غير. هذا أمر. الأمر الآخر جدا، الوقت أدركنا أستاذ عليان، ولكن بدقيقة لو تفضلتم في ذلك، يعني نظرة استشرافية للمستقبل، كيف ترى مستقبل غزة من الناحية السياسية في حال نفذت المرحلة جيم؟ بدقيقة لو تفضلتم. أولا لابد من القول بوضوح أنه وضع إسرائيل قبل 7 أكتوبر لن يكون كحال إسرائيل بعد 7 أكتوبر. تلك إسرائيل، تلك الدولة المهيمنة القوية التي تريد أن تكون حامية ومواجهة للتهديدات التي تشكلها إيران وغير إيران، هي هذه النظرية تبدلت وتدهور. الأمر الآخر فيما يتعلق بقطاع غزة، أنا بعتقد أنه قطاع غزة سيتم احتلاله من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بشكل كامل ومطلق، لكن مقاومة الفلسطينيين وعدم تسليمهم بالأمر الواقع هو الذي سيظل سائدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، وبالتالي سيظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائما إلى أن يشاء الله أمرا كان مفعولا. أستاذ هاني، بدقيقة لو تفضلتم، هل ستنجح الخطة جيم في ظل هذه الخسائر التي تطال جيش الاحتلال؟ نعم، هذا سؤال مهم، بس لعلي هنا أختلف مع ضيفك الكريم حول أوراق الضغط التي يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي وحاول أن يعتبرها أو أن يستخدمها ضد المقاومة الفلسطينية، هي ممر نت سليم ومحمر فيلادلفيا. المقاومة الفلسطينية قامت من البدايات إنشاء أو محاولة الاحتلال أن يكون هذا ورق الضغط، إلى تحويله من تهديد إلى فرصة للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن يتحول ورق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لأنه في حال الاحتلال انسحب من قطاع غزة ويبقى أمام المقاومة استهداف ممر نت سليم وحور فيلادلفيا، وهذا يشكل ضغط أمام قتلى وخسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي وفرصة للمقاومة الفلسطينية. هل ستنجح الخطة؟ أما موضوع الخطة، وهذا سؤال مهم أنا بتقديري، وهذا له علاقة بأهداف الاحتلال الإسرائيلي، الخطة ألف والخطة ألف والخطة باء. هل نجحت؟ لم تنجح بشكل كبير جدا معظمها، وخاصة الجانب الاستراتيجي. لذلك أنا بتقديري الخطة جيم ستفشل، والاحتلال الإسرائيلي سيندحر من قطاع غزة أمام صمود شعبنا الفلسطيني العظيم والمقاومة المبدعة التي أرهقت الاحتلال الإسرائيلي، ويوما بعد يوم تظهر براعتها وصمودها وتغيرها وبسلتها في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وإرهاق الاحتلال وقتل جنوده. مشاهدينا الكرام، كان معنا عبر سكايب الخبير بشأن الإسرائيلي عليان الهندي. شكرا جزيلا أستاذ عليان. وكان معنا ضيفا في الاستوديو المحلل السياسي هاني الدالي. شكرا جزيلا لحضورك أستاذ هاني، والشكر موصول لحضراتكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.